السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في مصر والوطن العربي. طبت أوقاتكم بكل خير، يتجدد الحوار في برنامجكم حوار هادف، ودايما فلسفتنا في حوار هادف بنقول أنه حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل، لكن النهاردة هو حوار يحاكي الانتماء وينظر للعطاء بدون مقابل. النهاردة زي ما نوهنا عن حلقتنا النهاردة 25 من شهر فبراير لعام 2021، يعني هيكون حوارنا النهاردة عن الحب وعن الانتماء. دايما بنعرف حد بيحب حد فبيحب يشوفه أحسن حد، لكن لما نشوف حد وشخص بيحب دولة، بيحب وطن، بيحب كيان وأرض ويعطيها بانتمائه كل ولائه، فيولد الثقة بشكل سريع زي ما شفنا يعني في خلال يعني سنة أو يعني سنة وشوية. ممكن يكون الشخص ده بيحب البلد دي بحماسه من جواه من قلبه، اندفاعه نحو تقدمها وسعيها للأفضل بمبادرات كثيرة. ونتكلم النهاردة عن المبادرة اللي احنا نوهنا عنها، اللي هي العاصمة الدولية والعالمية، أنها مصر تكون عاصمة العواصم. وهو صاحب الخير المعلق، وهو صاحب الجود بوك والتاكسي بوك والاستثمار في مصر وتشجيع الشباب. لما بتحط الفيديو بتاعه شوفوا الشباب قد ايه بتجري ورا الثقة. دايما لما بنسمع منه كلمة حلوة، الدعوة التنموية، بيدي ثقة للشباب انها تسمعه فيكون مؤثر فيهم. رحبوا معايا النهاردة ان يكون معي ضيف عزيز في الاستوديو، سعادة الدكتور طارق ابو خلف الداعية الأردني المعروف. اهلا وسهلا بك. الله يعزك، الله يبارك في عمرك، الله يبارك فيك اخ عزيز، شرفتنا النهاردة في حوارك. والله اكثر، الله يعزك ويبارك في عمرك يا رب، كل احترامي لك، الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، هنبدا الحوار مع الدكتور طارق، بس يعني انتوا زي ما احنا متعودين في برنامجنا بنقول اخبار على الطاير سريعا، يعني انا عاوز اقولها بشكل سريع عشان وقت الحلقة كله ناخده مع الدكتور طارق. لكن سريعا أخبار على الطائرة، استقبلت مصر يوم الاثنين الماضي 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من الصين، وبدأ دلوقتي التلقيح لكورونا في مصر، الأولوية للأطباء وهكذا لكل الفئات، فئات تتتابع اللقاح في التلقيح بتاع كورونا لسينوفارم الشركة الصينية. الخبر الثاني عندنا، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة خطة النهوض بالقطن المصري وإعادته لسابق عهده الماضي. شيء جميل جدا، نتمنى فعلا النهوض بالقطن المصري والغزل والنسيج وكده. فالرئيس السيسي بدأ الآن بالتوجيه لمواصلة الخطة للنهوض بالقطن المصري. عندنا من خبرنا الثالث النهاردة، استقبل ميناء الإسكندرية يوم الثلاثاء الماضي دفعة جديدة من عربات السكة الحديد المجرية، وهيئة السكة الحديد طبعا عمالة شغالة مع الشركة المجرية بتوريد عربيات لحوالي 1300 عربة عادية ومكيفة. موضوع حديث الساعة، وسريعا برضو عشان وقت حلقتنا، حديث الساعة بنناقش فيه الحديث اللي كان متداول، كان كثرة في السوشيال ميديا، وهنا بنعبر قد إيه إن الثورة الشعبية للسوشيال ميديا بتكون قوية جدا. الإعلامي المعروف طبعا الأستاذ تامر أمين تكلم وقال باللفظ، في الريف وفي الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم، الولد بيوديه ورشة والبنات بيشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدمات. ثار المصريون، ثار الصعيدة والفلاحين، وثارت الناس على السوشيال ميديا لتكون ثورة شعبية، ليتجه المجلس الأعلى للإعلام والدكتور طارق سعدة باتخاذ إجراءات كثيرة ضد الإعلامي تامر أمين. وقدم يعني نقول برضو الحق، احنا الان وانا بنقدم برنامجنا الراجل تامر امين قدم اعتذاره، واعلم ان دلوقتي في مفاهيم الراجل قدم اعتذار. طب ايه المهم، يعني الموضوع اثير والناس بسبب في اللي حصل في السوشيال ميديا، كان حصل دلوقتي جزاء رادع لما ذكر منه من زلة لسان وكان او انه اتهام. وانا بنقول في حوار هادف ان مفيش حد احسن من حد، احنا كلنا سواسيه، كلنا مصر، صعيدي ايه وفلاح ايه وعرباوي ايه، هو المصري ايه الا عرباوي ولا صعيدي ولا فلاح، انا ايه ولا انت، كلنا واحد، كلنا مجتمع واحد، هو نعيش في قلب هذه البلد مصريين، كلنا عرب في الاول والاخر، كل يعني عاوزين يا جماعه الوحده دي والتلاحم، هو يكون ما فيش فرق بيننا الا في الاخلاق في التعامل، ما فيش حد فئه عاليه وحد فئه سفلى، الصعايده والفلاحين اجدع ناس، احسن ناس. من حوار هادف، الصعايده والفلاحين اشرف واجدع واحسن ناس. برحب من جديد بسعادة الدكتور طارق أبو خلف الداعية والمفكر والمستثمر الأردني المعروف. أهلا وسهلا بك. الله يعزك، الله يبارك في عمرك أخ عزيز.
واروح سريعا بقى قبل ما نتكلم على العاصمه الدوليه والعالميه بقى الاهداف حبك لمصر وانتمائك. اول شغله فيش حد في الدنيا كلها بحبش مصر، بس ممكن يكون في واقع ملموس وفي واقع نفسي اجتماعي على مستوى الوطن العربي كله. مين في كل الوطن العربي ما بيشاهدش الافلام المصريه؟ مين في كل الوطن العربي ما يعرفش انه يهزر باللهجه المصريه؟ مين في الوطن العربي ما يعرفش انه في حاجه اسمها مصر؟ نعم. هي مصر اثبتت وجودها من الاف السنين، مش انها مصر دوله وليده. يعني احنا نفكر ان مصر دوله وليده او نتحدث عن مصر، يعني احنا بنتكلم عن عالم اخر. فحب مصر هو لا يختصر على طارق ابو خلف، حب مصر هو في قلوب الناس كلها، حتى الاوروبيين نفسهم. اي اوروبي تساله في اوروبا، انا رجل عايش في اوروبا اكثر من 22 سنه، اي طبعا. اوروبي تساله تقول له انت حابب تسافر فين؟ يقول لك ايجيبت. ايجيبت هي يعني معناته انه كلمه مصر او ايجيبت هي صنعت يعني حبها للعالم كله. فموضوع ان حبي لمصر، ممكن انا اكون رجل اني اصبحت عبر السوشيال ميديا ممكن يكون في لي بعض المتابعين انه يلاحظوا حبي لمصر، ولكن في ناس كثير اكثر ملايين اكثر من طارق ابو خلف هم برضو بيحبوا مصر. فمصر هي دوله يعني اكبر من الانسان، انك توقف انسان وتقول له ايش رايك في مصر او ليه انت بتحب مصر، لانه ده تحصيل حاصل لازم يكون في قلوب كل العرب، لان هي مصر احنا بنعتبرها انها واحد الامن والامان، وهذا مش كلامي، هذا كلام رب العالمين. نعم. ادخلوها امنين ان شاء الله. فمصر يعني بحد ذاتها هي اسم يعني اكبر من احنا نتحدث فيه في مليون حلقه. يعني دايما اهلا بيك في مصر. الله يعزك. وانا عارف دايما يعني انت بتشيد دايما بحسن استقبال المصريين. الحمد لله. الشباب اللي بيثق فيك دكتور طارق ثقه دلوقتي عمياء في فتره قصيره. نعم. وجد الشعور ده ازاي دلوقتي؟ انت بتحط الفيديو من هنا شباب، شوف ايه ده؟ يعني الثقه دي، الثقه يعني بناء الثقه دي في وقت قصير، هل نابع انك بتقول الكلام؟ انا بقول لك، انا انت بتقول الكلام من 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 من, من قلبك فبيوصل على طول. من خرج من القلب دخل القلب. اول شغله انا يعني انا حتى عملت فيديو قبل فتره على السوشيال ميديا، كل موقف بيحصل معي في مصر، اذا كان في مره عملت على الكارتة ومره عملت في شرطي قابلني، في مواقف جميله انا عشتها في مصر. نعم. المواقف الجميله مش انا بس اللي عشتها، ملايين العرب عاشوها، بس العرب مجرد ما تروح يسافر برا يقول له ايش رايك في مصر؟ يقول له مصر الاهرامات والنيل وكذا، بنسى المواقف اللي حصلت معه مع الشعب المصري. فالشعب المصري مواقفه عظيمه، الشعب نفسه خفة دمه وكرمه وطيبته وطيبته. الشعب المصري انا قلت اكثر من برنامج اكثر من قناه، في ناس كثير بتفكر انه 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 السياحه في مصر اللي هي الاهرامات والنيل، لا، ما انا بقول في اوروبا في امور اكثر الان ومتطوره. صح. اكثر، ولكن السياحه الحقيقيه هي قلوب المصريين بصراحه. وانت في قلوب المصريين. الله يعزك. الله يكرم اصلك. الله يكرم اصلك. طيب نخش بقى في يعني انا هخش معاك بقى في الموضوع اللي هو احنا بنتكلم فيه ونوهت انت عنده، يعني يمكن نتكلم بقاله 20 يوم صح؟ من 20 يوم الدكتور طارق صراحه بيتكلم، ففجاه قال ان في عاوزين مصر، راجل طلعت الفكره كده على طول. قال لك ان انا دلوقتي هعمل فكره، راجل فكره وليده جات له كده من حوالي 20 يوم، ليه مصر ما تكونش عاصمه العواصم؟ ليه ما يكونش في حي في شارع يبقى هو مش في الكرور، حاجه واقعيه في مصر؟ يبادل الفكره كده، ايه ده ازاي؟ مشروع ضخم تاني، ما بيتعمل عاصمه اداريه يا عم، ما بيتعمل انشاءات، ما بيتعمل. الراجل طلع الفكره وقال لك اهو انا عاوز يعمل اتجاه السياحه كله يبقى في مصر، دي الفكره اللي عندي اهي، مصر استثمار وتحقيق ونتائج فظيعه هيتكلم معانا فيها. فمن هنا ما مدى اهميه المدينه الدوليه اللي انت اتكلمت عليها، اللي هي العاصمه العالميه مصر او المدينه الدوليه؟ انت الفكره جت ازاي؟ ولما طرحتها ايه؟ وهل انت طرحتها وخلاص بقى كل يوم بيجد فيها جديد الناس بتشاركك فيه؟ والرحله الاخيره في اوروبا ولا ايه؟ اول شغله بالنسبه لموضوع العاصمه الدوليه، وبدات انا ما قلت العاصمه الدوليه، فانا اول شغلي باحترامي لمصر انا حبيت ان استاذن من الشعب المصري، لانه رايه العام بالمصري جميل، فانا حبيت اشارك اخواتي. انا بالنسبه لي الناس اللي هم معي على الصفحه انا بعتبرهم مش متابعين، انا بعتبرهم اخواتي، فبنقعد كده، حتى بطلع بعض الاحيان بعمل بث مباشر، زي اللي بيقولوا كده، ده بدي واحد سوداني، وده اقول له اديني كوبايه ميه من وراك، وده لو سمحت هات شويه أيوة طبشي. عالين في البث مباشر مثل اخوات، بنتكلم على عربيه الفول وكذا. فانا طرحت الفكره على اساس انه هي الفكره عجبتني وحبيت ان انا في مصر، فحبيت اخذ رايهم حتى اكمل الراي العام اللي موجود على الصفحه، بناء عليه اقدر اني انا
أكمل الفكرة. لقيت أنه في تشجيع جميل جدا، ولقيت أنه الفكرة تنغمت أكثر مع آراء الناس، لأنه إحنا كلنا ترسف مكنة واحدة. يعني أنا وإنت وكل الناس الموجودين اللي بيحبوا البلد العظيمة دي، لازم كلنا يبقى كلنا ترسف مكنة. أنا عندي فكرة وإنت عندك فكرة وهذا عنده فكرة، تلاقي زي الساعة تك سلسلة بنكمل بعض، كمل بعض. فأنا الفكرة اكتملت كامل. أنا كان الفكرة أنا عندي كنت حابب قطعة أرض كبير، وما بدي مصر، يعني أي دولة في العالم مش مصر، حتى لو أعظم دولة في العالم دائما بتدور على شيء اسمه الإيكونومي، العملية الاقتصادية. وكون مصر الآن بتمر بمرحلة اقتصادية عظيمة كجسور وكباري وعاصمة إدارية وبدر، ففي ضغط مالي قوي جدا الآن في نهضة مصر. فمن الطبيعي هيبقى أي مشروع جديد ومش مدعوم، فمن الطبيعي يكون هاكل على 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 الدولة. فأنا فكرت بشيء، قلت لي ما أنا أدور على الميزة اللي موجودة في مصر، اللي بقى بيسموها المصالح تتصالح. إيه بقى الميزة اللي موجودة في مصر، وإيه الميزة اللي موجودة في الدول الأخرى؟ الدول الأخرى تمتلك المال، تمتلك الاستثمارات، والمصر تمتلك الأرض، وتمتلك المناخ العالمي، وتمتلك السمعة الطيبة، وتمتلك أمور كثيرة يعني ليس لها مثيل. فقلت نجمع العملية الاستثمارية ما بين المستثمرين اللي معلش أنا بقول عاصمة دولية، وتعالى اعمل أرض وحط عليها شوارعك وحط عليها، يعني سيمتان نبسطها للناس، ممكن الناس مش فاهمة الموضوع مظبوط. ليه نقوله للناس اللي أول مرة الموضوع ما دخلش على صفحة الدكتور طارق أبو خلف على الفيسبوك وشاف الفيديوهات الأخيرة عن إطلاق العاصمة العالمية هيسمع الفكرة. الفكرة كالتالي، نعتبر أن هاي أرض خدناها من الدولة، خدناها 5000 فدان، تمام. الارض دي بنيجي طلبت اني انا فرضا اروح على السفارات، على سبيل المثال اروح على السفاره الفرنسيه. جميل. اقول للسفاره الفرنسيه شوف انا معي حته الارض دي، وانا عايزك اذا تاخد الحته دي منها اديها لك، والحته هاي بدي منك انك انت تبني عليها شيء تصميم مجسد لبرج ايفل. طبعا مش هو مش شيء عظيم الايام، معلش اجيب حداد هيعمل لك برج ايفل. يعني هي مش الشيء العظيم، باحترامي لفرنسا اللي ترجموها يقولوا لي مش عايزين نشتغل معاك. فالقصد انه يعني مش انه نجيب كذا برج ايفل، تصميم مصغر. الارض البلاط هيكون مثل اراضي بلاط الفرنسي بالضبط، المطاعم نفسه. المطاعم نفس الستايل، نعمل باريس داخل هذا المكان، ونعمل كمان سكن يعني معماري انه يسكن فيه بس الفرنسيين، يعني نعمل مدينه مصغره لفرنسا. على سبيل المثال نروح على السويد نفس المبدا، نروح على ايطاليا برج المائل، نروح على السعوديه وعلى الاردن وعلى الدول العربيه، المغرب وكل الدول العربيه. يبقى كل واحد ياخذ منطقه ويبنيها. شوف الفائده مش بس، شوف اول شغله السياح. الان انت تتكلم عن السياح، انا كمغترب او بدي اطلع سياح، طب انا شو اللي جبرني اروح على فرنسا ولا اروح على المانيا ولا اروح على اي دوله عربيه عشان ايش الكلام ما يبقاش محدد لاي بلد، انه اروح عليها؟ لا، طب ما انا انزل على مصر او اقعد في مطاعم فرنسا واقعد في اتفرج على برج ايفل واخذ صوره وراه، وبعديها اركب عربيتي انا واولادي سيارتي اروح على السويد، وبعد ذلك اروح على كذا واعمل رحله جميله داخل مصر. والاجمل من ذلك، الاجمل من ذلك، كل الناس بتخاف من الناحيه الامنيه، انا خايف على اطفالي يحصل معهم شيء في المانيا في فرنسا اسيبهم. لا انا عارف انه اكيد في مراقبه امنيه وحرس امني هنا وهنا، فانا هسيب اولادي يتحركوا براحتهم داخل العاصمه الفرنسيه، داخل المدينه الايطاليه، داخل، عارف ان اولادي بامان. بس انا ممكن لو اروح على فرنسا اخاف على ابني ما لاقوهوش، مظبوط ولا لا؟ لفرنسا ممكن يضيع. فانت انا بكون مرتاح نفسيا، ببعت عائلتي رحله سياحيه جميله، واعطيها البروتوكول اللي هو البروتوكول بقى الواقعي بقى، مش فلكلور. يعني على سبيل المثال، يعني في المدن الجديده بدون ذكر اسماء عشان ما يبقاش نوع من التسويق، المدن الجديده بتلاقي كل واحد فيه كوخ. الكوخ حاطين فيه رجل امن ده يحرس المنطقه اللي هو الكومباوند ولا كذا. انا بقى في المدينه دي هطلب نفس السياره اللي هي سياره البوليس اللي هي في بلدهم، بس مش بوليس من عندهم، لا نفس البوليس، رئيس الامن مصري، وكل حاجه بقى مصريه. لا انا رئيس الجهاز المدينه دي، لا انا مش، انا قصدي الحارس اللي هو بيقعد، الحارس الطبيعي اللي هو اللي هي شركات اللي هو الامن المصري. شركات الامن العاديه يقعد، بدل ما هو في كوخ نعمل له تصميم العربيه اللي في نفس بلده، يعني يبقى قاعد بدل ما هو قاعد كوخ، لو قاعد في عربيه بنفس تصميم بلده
يعني شيء بحاجه واقعيه واقعيه. فانا انا 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 كفرنسي او كايطالي او عايش في ايطاليا واخش الاقي سياره ايطاليه بوليس واقفه على المكان وجواها حارس ونفس مطعمي انا راح ارتاح. وحتى الناس شوف نتكلم باللغه العلم الاجتماع اي عربي او اي شخص بيحاول يسافر على اي بلد او على الصين او على اي بلد اول شيء بيسال عنه اول شيء بيسال عنه المطاعم العربية أو الشيء اللي بينتمي لي فعلا. حتى لو أنه بروح على بلد أجنبية بيختارش أكلهم بقدر أنه بيحاول يعني. فتخيل أنك أنت ما تنزل على فرنسا ينزل على فرنسا فمن الطبيعي هيروح على العاصمة الفرنسية تبعته المدينة ويأكل ويشرب وهي الأمور يعني. جميل جميل جدا. أنا معي الآن هاتفيا أهلا وسهلا بك دكتور محمد صبري الباحث في والخبير المالي والاقتصادي وخبير المالية والاقتصاد والتخطيط وإدارة الأعمال والدكتوراه في الاقتصاد الدولي وعنوانها أثر التنمية المستدامة على الاقتصاد العالمي بين الواقع والمأمول. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. معنا دكتور طارق وأنت باحث في مالي واقتصادي وأنا أعرف ما شاء الله يعني أفكارك الجميلة وخبرتك الاقتصادية من الناحية والدكتور طارق يمكن في أول الحلقة لما اتكلم على العاصمة العالمية قال لك الموضوع اقتصادي وأنت خبير مالي واقتصادي دكتور محمد كيف ترى الفكرة؟ والله يا فندم هي الفكرة طبعا في مجملها يعني ومضمونها ممتازة جدا. أي فكرة استثمارية طبعا ترفع من معدلات النمو الاقتصادي دي ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا واحنا بنسعى له ونبذل كل الجهد لتحقيقه. بس انا طبعا انا تابعت معالي الدكتور انا عايز بس اسلم عليه الدكتور طارق ابو خلف. الله يعزك الله يبارك فيك الله يحفظك الله يبارك في عمرك يعني بتشرفنا فيك. الله يخليك الله يحفظك يا دكتور. طبعا انا تابعت الدكتور طارق على صفحته ويعني عرفت ان هو محب لمصر جدا جدا. هو مقيم في مصر عنده شركه استثمار عقاري طرح افكار في الخير الخير المعلق طبعا وتاكسي بوك وجود بوك وحاجات جميله جدا عملها وطرح طبعا فكره العاصمه الدوليه. انا بس كنت عايز احب اتناقش مع الدكتور طبعًا. حاجه بالنسبه بالرحب والسعه دكتور طارق معاك دكتور طارق معاك كل احترام اتفضل. ايوه اتفضل دكتور طارق. يعني انا كنت عايز اسال حضرتك عن ان حضرتك كنت ذكرت على صفحتك كنت بتقول الهجره كنت بتتكلم عن الهجره فهل حضرتك تقصد بالمشروع انك عايز تعمل مدن متكامله او مدن مصغره لكل لاغلب العواصم الاقتصاديه في العالم بحيث انها تبقى سياحه ويحصل هجره من هذه الدول في بلدنا ولا حضرتك تقصد استثمار وسياحه مجرد سياحه؟ لا انت الفكره هو عاوز عرض الفكره مره اخرى. لا هو الفكره لا هجره معلش استاذنك احنا ما نقول هجره يعني معلش انا ما يعني دول عالميه حتى هتهجرها بفدان ولا 20 فدان لا ده يعني معلش ده مش هيطلع ده مش هو بيسال حضرتك هل ده كان مصطلح يمكن يتقال لكن انت قصدك هيكون موضوع سياحي. لا هو موضوع هو موضوع سياحي من الدرجه الاولى لانه هو معلش استاذنك انت الان بتتكلم معلش انا ما اجي اتكلم عن تعامل كأجانب أو كأوروبيين ولا كعرب أو مجموعات أو تخش معدات ولا تخش بنية تحتية خاصة فيهم وما شابه ما أعتقدش أنه هذا الموضوع راح يعني يعتمد على طارق أبو خلف وفكره ومواله وأغنيته. لا هو الموضوع يعتمد على قرارات دولة هم أصحابين القرار الأول والأخير أيوة وهم اللي هيكونوا يعني مدركين لهذا الأمر ويعني أنا مش يعني مش طالب مدرسي راح أحط هذا الشيء بهاي الطريقة. لا هو الموضوع أكبر من ذلك. هي مدينة هي مدن مصغرة بتوحي مطاعم بتوحي استثمارات والأجمل من ذلك يعني أنت خليتني أن أنا أقول موضوع أجمل كمان أنه من الطبيعي الآن أنه العاصمة الدولية هتكون فازة جميلة داخل بيت في البيت الكبير اللي هي العاصمة الإدارية الكبيرة اللي هو مشروع مصر الأول مشروع مصر الأول. فأنا كمغترب وكنت في أوروبا وباخد رأي الناس برا بيقول لك أنا كمغترب ممكن أن تكون غالية علي المدينة السياحية لأنه أكيد بص بقى رأي الأوروبيين إنه هذا المشروع العظيم مجرد ما 3-4 دول تشتغل فيه هيبقى فيه تنافس يكونوا موجودين جنب بعض
فمن الطبيعي انه الناس هتنتقل، فانا ما انتقل فاكيد هتكون المنطقه غاليه على البعض، فمن الطبيعي انه هدور اعمل بيزنس وانتقل، لانه العرب حابين ينتقلوا من حياتهم الاوروبيه الى حياه اقرب الى العربيه وعاداتهم وتقاليدهم، فمن الطبيعي انه هيقعد في هذا المكان وما شابه. فمعلش ممكن يبدا سياحه، يعني تاشيرات سياحيه هو يقصد دكتور محمد. هل التاشيرات هتكون سياحيه ويجي هنا وخلاص؟ ده سياحي. صح. سياحي. مش سياحي يا دكتور محمد. سياحي طبعا. هي هو دكتور طارق اللي انا استنتجته منه، ان بيقول لك دي فكره عندي هيت، ان مصر مع وجود العاصمه الاداريه الجديده بكل سفارات العالم يعملوا حاجه واقعيه كحي او شارع، فمصر تكون عاصمه العواصم. احنا عندنا العاصمه الاداريه احنا عاملينها على مساحه هائله جدا، تعادل مساحه سنغافوره، عاملين حاجه طرح عظيم جدا. ممكن العاصمه الاداريه بطرحها العظيم، خصوصا ان احنا كمان بنعمل فيها جامعه دوليه. نعم. ويعني طبعا شغالين كمان على حاجات برضو اكتر من كده، طبعا هيبقى فيها سياحيه. يا دكتور محمد رايك، وانت خبير مالي واقتصادي، وانت خبير مالي واقتصادي، ودكتور طارق بعث الان خطابات الى رئيس الجمهوريه السيد الزعيم عبد الفتاح السيسي، ولا دوله رئيس مجلس الوزراء المهندس الدكتور مصطفى مدبولي، ولا هيئه الاستثمار وبعض الوزارات المتعلقه، وزير الاسكان ايضا، يعني بعت لهم خطابات، ترى مدى بعد موافقه الدوله المصريه بفكرها وبالياتها وبالبوليسي بتاعتها وبكل حاجه، ترى الموضوع ده والمشروع ده هيكون قد ايه، واذا مصر لم تتكلم في اي اعباء ماليه؟ شوف يا فندم، ان مر هذا المشروع امنيا فطبعا نحن نرحب به على الرحب والسعه، بالعكس ده احنا نسعى الى تنفيذه. نعم. ولان ده طبعا دخير كتير لينا، يعني هيبقى في طبعا سياحه، وهيبقى في دولار، وهيقلل البطاله، توظيف كتير جدا، هيرفع معدل النمو الاقتصادي، زياده الانتاج، يعني هيبقى خير لمصر، احنا نسعى له طبعا. نعم. ولكن طبعا ده ان مر امنيا، اخد بال حضرتك. طبعا فكره ان احنا لن نتكلف جنيه واحد، طبعا لا ده مش هيحصل، لان احنا هندخل مرافق، وهنعمل انارات في الشوارع، وهنسفلت شوارع، الكلام ده كله احنا هنعمله. طبيعي ان احنا لو عملنا مشروع زي ده لازم احنا كحكومه مصريه اللي نكون بنسبه 51% من المشروع احنا اللي بنملكه. مش هينفع طبعا ان احنا نملك يعني حد، ولازم الاداره طبعا. يعني هذه بروتوكولات بقى بعد كده بالدوله المصريه وقوانين هنتكلم فيها الان مع راي القانون وحق انتفاع ولا ايه ده طبعا. لكن انت ترى من الناحيه الاقتصاديه مشروع ضخم كبير هيضخ على مصر؟ طبعا عظيم جدا. المشروع عظيم جدا طبعا. نعم. شكرا جدا، كان معي من الهاتف الدكتور محمد صبري الباحث والخبير المالي والاقتصادي. انا بس عايز اسال الدكتور طارق في شيء بعد اذن حضرتك. اتفضل اتفضل. يعني هو انا بس شفت الدكتور طارق كان اتكلم عن موضوع التاكسي بوك، وكان ليا ملاحظه لو يسمح لي ان انا اتكلم فيها بدون يعني ما يبقى في اي شروط احراج. هل الشركه بتاعت التاكسي بوك مقيده في هيئه الاستثمار، هيئه سوق المال؟ انا بالنسبه لي يعني قبل ما اتنفس نفس داخل جمهوريه مصر العربيه بشوف ان النفس اللي انا بتنفسه هل قانوني، وهل يجوز ان اتنفس فرضا في حلميه الزيتون؟ بتنفس. اذا قالوا ممنوع تتنفس في حلميه الزيتون في مدينتي بس، بتنفس في مدينتي بس. انا كل شيء بعمله داخل جمهوريه مصر العربيه قانونا ومسجل في هيئه الاستثمار وبطاقه ضريبيه وسجل تجاري ورسمي، وعمري في حياتي ما خطيت خطوه داخل جمهوريه مصر العربيه الا ضمن القوانين المتاحه وتحت مسؤوليه البلد. وقبل ما اشتغل اي شيء داخل مصر بعلن عليه على البث المباشر وبتواصل فيه وباخذ راي المصريين وباستاذن منهم قبل دخول. كل احترام لك وبارك الله فيك وعزك الله وكرمك. شكرا. يعني 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 حضرتك طرح اسهم في التاكسي بوك؟ ان شاء الله. طيب لا مش اسهم، انا مش طرح اسهم في التاكسي بوك، انا حصص في التاكسي بوك. حضرتك عايز يعني فرضا على سبيل المثال حابب تاخد تاكسي من عندنا، تعال انا وانت نتشارك في التاكسي، انا ادفع نص وانت تدفع نص ونشغله ان شاء الله. لا هو انا اللي شفته ان حضرتك بتقول انا دلوقتي عندي في حسابي ملايين من المغتربين بالخارج وشغالين في التاكسي بوك، اخد بال حضرتك؟ تمام. فهو انا بتكلم ان في قانون ان تحصيل الاموال لازم يكون عن طريق طرح اسهم، عن طريق هيئه سوق المال، حضرتك فاهمني؟
لا بس يعني حبيت انت خبير اقتصادي، ريت برضو انك يعني برضو تاخد فكره واستشاره من شخص في هيئه الاستثمار، انه في فرق ما بين الاسهم وفي فرق ما بين حصه. يعني حضرتك انا ممكن انا وانت دلوقتي الان نشتري ارض انا وانت، وكل واحد يكون له حصه في الارض، فاحنا الناس اللي معايا هم منهم مش اسهم، هم ليهم حصص يمتلكوها، يعني حصه بناء على عقد داخلي، دي من نظام داخلي، واحنا عندنا مستشار قانوني، وعندنا يعني احنا استاذنك احنا ما نعملش اي شيء. اول شغله انا راجل، اول اخير انا ضيف، ودايما عندنا مثل بيقول ان الغريب اديب، وانا من الطبيعي ان مستحيل اخطو اي خطوه الا ما اسال واستفسر فيها. واي شيء طبعا حضرتك على راسنا يا دكتور طارق، طبعا يعني الله يعزك. فانا لا انا بوضح لك بس بناء على كلامك يعني كونك رجل خبير اقتصادي، فممكن يعني بعض الامور يعني الهفات انها تفوتك يعني، فممكن انك تستشير شخص من هيئه الاستثمار باتصال هاتفي، يعني انت برضو تكتسب الخبره، واحنا كمان بنفس الوقت نكون وصلنا المعلومه بشكل ايجابي، انه برضو يجوز انك الشخص يخش معك في حصص داخل الشركه، ده شيء طبيعي. وانا بسال يعني انا طبيعتي لان كوني مش مصري، فالاسئله عندي هتكون اكثر من ابن البلد، لانه دائما اكون على خطى سليمه. كل احترام ليك والله يعطيك العافيه. شكرا دكتور محمد صبري الباحث والخبير المالي والاقتصادي، كان معنا هاتفيا، شكرا لك، ونتمنى لك الشفاء. يعني هو عامل عمليه صغيره كده في قدمه، ونتمنى له الشفاء يا رب. السلام عليك دكتور طارق. انتقل معاك بقى، وانت هتسمع اهو الكومنتات اللي كانت بتجي لك على الفيديو، الكومنتات اللي كانت بتجي لك على الفيديو دي فرصه اللي احنا نرد عليها، اللي يقول لك اصل ازاي ارض ايه وارض ايه. يعني انا عاوز توضح برضو، هل الفكره وليده للدوله المصريه؟ وافقتوا عليها يا جماعه، انت هترعى ايه وتعمل ايه؟ اللي هي مين الفكره؟ انا مضطر. طب هنرجع للسؤال، نطلع فاصل اعزائنا المشاهدين قصير ونرجع تاني، استنونا. A2M Egypt، شركة A2M Egypt هي شركة استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية للأدوية البيطرية والإضافات والمكملات الغذائية. تأسست الشركة عام 1998 باسم الشركة الوطنية للفيتامينات، وفي عام 2008 تغير اسم الشركة ليصبح A2M Egypt. A2M Egypt للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية. A2M Egypt أدوية بيطرية، إضافات أعلاف، فيتامينات، إنزيمات، بريمكسات، بروبيوتيك. A2M Egypt منتجاتنا هي الأولى في العالم. A2M Egypt وكلاء لكبرى الشركات العالمية الأمريكية، الإسبانية، الألمانية، والصينية، الهندية. تهدف الشركة A2M Egypt إلى العلاج من الأمراض، الوقاية، الحماية، رفع المناعة، رفع كفاءة الإنتاج الداجني الحيواني السمكي، خفض تكاليف الإنتاج. منتجات شركة A2M Egypt عديدة ومتنوعة لكبرى الشركات العالمية. كما تهتم شركة A2M Egypt بحيوانك الأليف. خدماتنا تغطي كافة أنحاء الجمهورية أينما كانت مزرعتك، مصنعك، صيدليتك أو مكانك، نصل إليك. وللتواصل معنا شركة A2M Egypt نصنع الفارق لثروة حيوانية وداجنة أفضل. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام في حوار هادف. النهارده بنقول حوار يحاكي الواقع وينظر الى المستقبل، حوار يحاكي الانتماء وينظر للعطاء بدون مقابل. دكتور طارق نورنا في حوار هادف. وبرضه نكمل موضوع انت دلوقتي جات الفكره عندك من 20 يوم، قلت انا بتخيل من حب مصر يا جماعه ومن انتماء الشديد ليها، والبلد دي احلى بلد ومذكوره في القران وشبابها وبسكانها وبدنيتها وبحسن استقبالهم وضيوفهم، عايزين نعمل العاصمه تكون عاصمه العواصم، وكل عاصمه حاجه حيه وحقيقيه موجوده فيها، تنشيط للسياحه ولمعالجه البطاله واستثمارات وجات الفكره عند حضرتك، عملت ايه وشايف نعمل ايه الخطوه اللي جايه؟ انا الخطوه الاولى اللي بديت فيها ان انا اول شغله طلعت اتكلمت مع الناس، لقيت في قبول جدا من الناس ونسبه قليله جدا
او خلينا نقول 2% كان ليها بعض الاعتراضات، وهذا شيء جميل انه الناس بدات تتكلم في الموضوع. ده شيء طبيعي. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه اللي انا عملتها ان انا توصلت، طبعا احنا عندنا مثل بيقول ادخل البلد باهلها، فمن الطبيعي لازم ان انا اتواصل مع المسؤولين اصحابين القرار. فانا تواصلت مع رئاسة الوزراء سيادة الفتاح عبد الفتيح، بعت له رئاسة الجمهورية مسجل، رئاسة الجمهورية مسجل، وبعت لكل الوزراء، وتواصلت مع وزير الإسكان، وأنا تواصلت بنفسي مع وزارة الإسكان. نعم. وقالوا لي إنه المشروع تبعك هو محطوط عند نائم الوزير، والوزير مهتم بنفسه جدا بهذا المشروع وحطه على قائمة الأولويات. أنا بس هقاطعك، لما جات لك الفكرة جات لك فين الأرض وفين وكده؟ ده بيسألونا الناس على الصفحة. ولا أنت اديت الفكرة والدولة المصرية هي حرة بقى تعملها جنب العاصمة الإدارية، تعملها جواها برا؟ أنا راح أكون معك، أتكلم معك بكل صلاحة. أنا الفكرة أجتني وعجبتني، وأنا قلت بكل أريحية كده، كنا قاعدين مع بعض إخوات على البلكونة. أنا قلت مصر تديني عادة المصطبة. قاعدين في المصطبة زين، قلت أنا لمصر. قالوا لي انت عامل جدوى؟ قلت له والله انا ما عندي جدوى، ولا لا تقول لي جدوى. كم مليار وكم مليار طلعت؟ جو انا طبيعتي يعني ما جيت اعمل الجود بوك، قالوا الجود بوك هذا مستحيل ينجح. نعم. الحمد لله رب العالمين، الناس انا بدفع الناس وبوقف الثقه، انا بوقف الناس. تخيل انت ما تقول الناس تعالوا نبني، انا قلت للناس تعالوا في البدايه، قلت لهم شو رايكم نعمل الجود بوك والناس نجمعها وكلنا نكون ايد واحده ونبني، ايه رايكم نعمل بقى مصانع وشركات كلنا اخوات مع بعض وبنبني؟ قالوا مين هيدي مين ومين هيشتغل مع مين؟ الناس تدفقت واشتغلت معنا في التاكسي وبرتو نجح. انا دخلت بالفكره دي، قلت لهم تعالوا بقى نكون اخوات، مصر تدينا ارض. الارض دي انا ما يهمنيش هي فين، يعني ممكن يعني الدهاني جنب العاصمه الاداريه، الدهاني يحطها جوه البحر الاحمر المتوسط في المحيط، يجيبوا غواصات يجوا فيها. تمام. ده مش موضوع، فكره انا جاتني الفكره. ارض، طب ماشي الحال، ايه المطلوب منك؟ انا عايز اشتغل. انا راجل عايز اشتغل، ونجاحي في يعني ده كان بنقول لي يعني اغلبيه الناس بكل شفافيه، انت هذا اردني طب روح اشتغل في بلدك، طب انت لسه سايب بلدك، خلينا نحكي بواقع. لا في مصر انا بالنسبه لي انا نجاحي في مصر هو نجاحي في بلدي، انتشار عكسي. فمن يعني بص، اي واحد هيقول انه مصر مش بوابه الامه معناته راي لا غشيم، لا الاستاذ في المدرسه ما علموش انه مصر ام الدنيا. صح. تمام. صح. يعني حتى رؤساء العرب. صحيح. رؤساء العرب كلهم يعني حتى يطلعوا في اللقاءات، اذا عايز يقول تعبير لطيف فيقول مصر ام الدنيا. ام الدنيا مظبوطه الحقيقه. فمصر حتى يعني معلش، انت ليه تتقبل انه الفنان يشتهر في مصر؟ وليه تتقبل انه الموسيقار ينجح في مصر والمذيع ينجح في مصر؟ وليه مستكتر ان المستثمر ينجح في مصر؟ يا سلام عليك. صحيح مظبوط. صحيح. مصر استقبلت الفنانين واستقبلت يعني مصر دائما هي حضن العرب وحضن المصري عنده كاريزما مختلفة عن الجميع، يعني المصري عنده كاريزما مختلفة. المصري عنده نقطة ضعف وسر مفتاح للمصري، وانا بقوله على الهوى، قول للمصري انا ضيف. لو بص، لو مشكلة كده وانت يعني زي ما بيقول المصريين غلس ومتكبر وعام مشكلة، مجرد اذا انحشر في زاوية وقال لهم انخنق كده وقال لهم بص انا بالنسبة لي انا رجل ضيف عندكم وانا ضيف، بص تلاقيه خلاص قفلت ساب التربيع اللي كان عايز، اللي عايز يتخانق معاه ويتهاوش معاه بيوقف معاه. مظبوط. فاستقبال المصريين، انا ما نزلت للعلم، انا بدي اقولها بكل صراحه، انا ما نزلت على مصر كان في ناس كثير بتخوفني وتقول لي اوعى ومصر واوعى ولازم يكون ورق حيتان ولازم. انا كانت ثقتي بمصر لحبي لهذا الشعب، عارف انه معلش بهذا المعنى، عارف انه العامل العامل البسيط المصري اللي على بوابه الانتاج الاعلامي صفاته وطيبته زي رئيس الوزراء المصري، شعب متربي على الفطره، على احترام الضيف، كاريزما على احترام الضيف، وهذا نوع من العقيده من الايمان، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. يكرم ضيفه. فالمصريين اكرموا ضيوفه. وانا بالنسبه لي بعمل امور كثيره، وممكن في ناس زي ما تفضل الاخ او غيره او كذا ممكن يقول لك في مخالفات ممكن تصدر من شغلك، طب ايه المشكله؟ لان انا ثقتي بالبلد دي كبيره، وعارف انه البلد دي في النهايه اذا زعلت مني مش هتزعلني قوي ولا هتعورني، فعارف لو ممكن لو انا غلطت او عملت حاجه انا مش قصدها، عارف انه في عدل في البلد دي. ولا لسه محتاجينها مش عارف. انا عارف مصر شغاله ازاي. انا ثقه، فانا ما نزلت مصر ثقتي بمصر عليه. فالمشروع اللي هو الاساس اللي بنتكلم فيه، اللي هي العاصمه الدوليه دي، ده المشروع اللي طالبه من مصر بس تقول لي خد الحته الارض دي استثمرها. تمام. بس تكون مش ارض يعني عايز تطلع منها بترول، لا انا عايز ارض تكون ملائمه ان تعطيني الطرح، ان انا ما اخش على سفير على اي دوله واتكلم معه وانا عندي فريق عمل متحدث جيد بالانجليزيه ولبق، انه يخش يتكلم مع مسؤول، انا ما اخش مع مسؤول ولا سفير
مستحيل اذا انا هخش اني انا اطلب منه انه يجي على مصر انه هو اللي 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 متفضل انه يعمل الاستثمار، يبقى انا بضعف الطرح. لا، انا هقول للمسؤول وللوزير وللسفير انك دخولك لمصر هو نجاح بلدك، هو نجاح، هو نجاحك. انت هيبقى اضافه ليك وجودك في مصر، انا عايز العاصمه بالعواصم، وانا اضافه لي. ليه؟ لانه انت هيصبح تنافس ما بي... بص المشروع لو خد الكبريته بتاعته بس هيبقى تنافس ما بين الدول كلها انه يصنع افضل، يعني افضل شيء انه يتباهى فيه عالميا في في مصر ام الدنيا. وانت اهلا وسهلا. الله يعزك. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، خدنا الراي الاقتصادي من الخبير الاقتصادي. معايا الان يسعد الدكتور عبد البر الصياد، دكتور وبروفيسور ورئيس مجلس اداره المركز العالمي للمحاماه والتحكيم الدولي وفض المنازعات. اهلا وسهلا بك دكتور عبد البر. يا اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بضيفك الكريم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد البر، وانت يعني رئيس مجلس اداره المركز العالمي للمحاماه، وانا اعرف مدى يعني انت عالمي في موضوع التحكيم الدولي. رأيك القانوني وإزاي تتماشى موضوع فكرة العاصمة، عاصمة العواصم، مصر أم الدنيا تكون عاصمة العواصم العالمية، كيف ترى الرؤية؟ وهل لديك فكرة يعني تضيف يعني لدينا مع الفكرة مع الدكتور طارق؟ تفضل. حقيقة هذه الفكرة فكرة رائعة جدا، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق أخونا الأردني، هو ضيفنا وإحنا بنرحب فيه. الله يعزك. وكمان بأثني عليه وفقا لما ذكره من كلمات رائعة حق مصر، فعلا مصر قلب العالم العربي حقيقي. بالنسبة لهذا المشروع، هو مشروع بمجمله ممتاز جدا، وكذلك بيتماشى مع سياسة الدولة الحالية في دعم الاستثمار. نعم. أعتقد أن الدولة في الوقت الحالي وفيما سبق أيضا بتعيش مرحلة من مراحل الازدهار في ترفيق الدولة وتأهيلها استثماريا لكي تكون قبلة لكل المستثمرين، وكنوع من أنواع التشجيع وكنوع من أنواع جذب الاستثمارات ودخل رؤوس الأموال داخل مصر، خاصة أن يمكن مصر في الوقت الحالي هي من أكثر الدول في العالم العربي استثمارا سياسيا واجتماعيا وأيضا ثقافيا. المشروع في مجمله يتواكب أيضا مع سياسة الدولة من الناحية السياحية، من ناحية السياحية وكذلك نظرا لقدم مصر الضارب في التاريخ وسمعة مصر الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الثقافية بالنسبة من الناحية الحضارية حتى، أعتقد أن هذا المشروع هيدر نفع كبير على العالم العربي كله وليس مصر فقط. وليس مصر ولكن فقط. العالم في هذه الأيام في فكرة يمكن إحنا دائما بنتكلم عليها في كل الفعاليات الدولية اللي بيعقدها المركز العالمي وكذلك في كل المؤتمرات اللي احنا بنشارك فيها، اللي هي ازاي العالم العربي او مصر على الخصوص ازاي تستفيد من فكره الجلوباليزيشن او فكره العولمه، ان احنا نخلي هذه الفكره ازاي نطوعها في انها تخدم متطلبات التنميه داخل مصر، خاصه ان مصر في هذا العصر او في هذه الايام كما سبق وان ذكرت انها بتعيش طفره خدميه كبيره جدا، بالدوله بترفق ترفيقا جيدا من ناحيه الخدمات ومن ناحيه الطرق، ودون الداعي لذكر امثله كثيره الدوله قامت بتشين العديد من المشروعات علشان تأهل الدوله من الناحيه الاستثماريه. طيب كيف ترى الردود وانت دكتور عبار من الناحيه القانونيه، كيف ترى الردود اللي يقول لك ده فكره ايه والناس هيجوا يهاجروا عندنا؟ هل الموضوع الرجل الان دكتور طارق يطرحه لتنشيط السياحه والاستثمار متخيلا من حبي وانتمائي لمصر مصر تكون قلب العالم كله وعاصمه العواصم فيها، تمام، بشكل واقعي كل حي وكل سفاره، كيف يعني انت ترى السفارات واقناعهم ووجودهم انهم يكونوا على ارض مصر؟ يعني هذه فكره رائعه، ويمكن وفقا للسرد اللي ذكره ضيفك الكريم هي فكره متكامله، لان ايضا تقريبا في بعض الدول زي ماليزيا زي الامارات وزي بعض الدول بيعملوا حاجات مصغره عامله هذه الفكره بس بشكل مصغر فلكلور وتراث اللي عرضه ضيفك الكريم. هذا المشروع انا اعتقد انه جاد اولا، ثانيا الدوله في الماده رقم 133 من قانون حوافز وضمانات الاستثمار. هذه الماده بتذكر ان الدوله بتلتزم بتخصيص اراضي للمستثمرين بالمجان اذا ما ثبت جديه هذا المستثمر.
إذا ثبتت المستثمر أي مستثمر جميل. في بيجي من الخارج يرغب في الاستثمار في مصر يقدم طلب لوزارة الاستثمار أو الهيئة العامة للاستثمار ويسبق بها كل الدراسات وكل الأمور نتوصل لها في مشروعه فهذه الهيئة بتدرس هذه الدراسة الجدوى أو الدراسة الاقتصادية وبتقوم على أساسها بأنها تشوف طلبات المستثمر إيه وبتحاول توفرها لي وفقا للدراسة اللي هو قدمها. نعم نعم. يعني حتى حاليا في الوقت الحالي بعد تمتلك من الخبرات ما يجعلها انها تنفذ اي مشروع عقاري او اي مشروع سياحي. وايضا ان الاستثمار السياحي برضه في شيء لازم نذكره شيء بالشيء يذكر ان دائما الاستثمارات في المجال السياحي بتكون استثمارات غير مباشره. يعني لو اي دوله من هذه الدول الذي نرغب ان احنا نعمل شيء مماثل لها في مصر في هذه المدينه ان شاء الله اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفق ضيفك الكريم في انه ينفذ هذا المشروع بدعم كل المصريين. يعني هو مش هو الراجل قال الفكره والله احنا الفكره بندعمها بكله خلاص احنا دكتور الفكره بندعمها بكل قوه الراجل من قلبه تمام. غالبيه الاستثمارات في المجال السياحي بتكون استثمارات غير مباشره. نعم. يعني الاستثمارات المباشره اللي كانت تقوم بها الدول قديما بنفسها حاليا لا تستطيع الدول انها تقوم باعمال الاستثمار المباشر. نعم. يعني هو لمجرد ما الدوله مثلا تصدر قرار تخصيص لهذا المشروع تخصيص قطعه ارض معينه لاقامه هذا المشروع نعم جميع غالبيه المؤسسات العالميه الماليه من بنوك حتى داخليه وبنوك خارجيه بتبقى مستعده انها تمول هذا المشروع. هذا المشروع اعتقد ان نفذ ان شاء الله هيوفر العديد من فرص العمل. ده رقم واحد. رقم اثنين انه هيجعل مصر قبله لتلاقي او لكل شعوب العالم تلتقي فيها وفقا لموقعها الممتاز زي ما احنا صحيح. عارفين. كذلك هذا الامر سوف ينعكس على كل العالم العربي من الناحيه حتى الاقتصاديه وايضا من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه في تقويه الروابط والعلاقات بين الدول العربيه. واتمنى كمان ان الدول العربيه تقوم بدعم هذا المشروع واتمنى من ضيفك الكريم انه كمان يطرح هذا الموضوع على كل الدول العربيه ومستعد دكتور طارق بيقول لك ادوني الموافقه انا ادوني الموافقه من الدوله المصريه وانا جاهز أنا بالتيم بالمصريين بالمتطوعين بكله نبدا انا بس مصر تقول لي عبركه الله بس ويستركوا الباقي عليه ان شاء الله سوف تحصل على هذه الموافقه واحنا بنقدم ليك كافه الدعم القانوني الله يبارك فيك واهلا بك في مصر. الله شكرا دكتور عبد البر الصياد دكتور وبروفيسور ورئيس مجلس اداره المركز العالمي للمحاماه والتحكيم الدولي وفض المنازعات. وعاوز اقول لكم ان الدكتور عبد البر الصياد له كثير من المؤلفات زي الفلسفه السيكولوجيه للانسان المعاصر وورده كلمات. اهلا وسهلا كان معنا هاتفيا شكرا دكتور عبد البر. ارجع مع ضيفي العزيز دكتور طارق الله يعزك الله يبارك فيك. يعني شوف بيقول لك قانونيا وقال لنا ماده رقم كذا في القانون المصري وقال لك المستثمر وحصه الارض واتكلم على العالم العربي. انا عاوز الحته دي قال لك بص الدعم حتى ممكن دعم من العالم العربي نفسه مش هتبقى مصر بس لا ده انت هتبقى مصر هنا والعالم اللي حواليها. شوف مبدا العاصمه الدوليه انا ما فكرت فيه بنفس مبادئ الشيء البسيط اللي انا اشتغلت فيه الجود بوك والتاكسي بوك. عايزين مين عايز قال لك حتى الجلوباليزيشن قال لك ده في حاجه اسمه التكافل الاجتماعي في حاجه بقى في حاجه بقى اسمه التكافل العالمي. نعم. التكافل العالمي او خلينا نقول التكافل العربي او التكافل الدول المحبه. نعم. مظبوط اللي هم هنشتغل معاهم في البدايه. انا على سبيل المثال انا السفير طبيعي يعني نقطه في برضو استراتيجيه انه طبيعه السفير يتمتن انا اعرض على السفير مشروع. هل تعتقد ان السفير يعني ان هو هيدي قرار بس كده؟ لا هو بيكون عنده علاقات مع في عنده اللي هو المستشار التجاري. أيوة. هيتواصل مع المستشار التجاري. أيوة. هيتواصلوا مع هيئه الاستثمار في بلادهم. في مستثمرين لانه طبيعه السفير بيكون عنده علاقاته بالمستثمرين في بلاده فبرضه الاوروبيين عندهم علاقاته مع المستثمرين في بلاده. صحيح. اذا هو اقتنع بالفكره اللي هو الحديث اللي اتكلمت معاك في البدايه اللي هو طريقه الطرح. اذا انت وصلت الفكره بطرح ثمين انا متاكد اول سؤال راح ينسال اول سؤال ممكن تساله طب اقول لك يعني ده شيء طبيعي يعني نقول لك طيب مين الدول اللي عايزه اللي شاركت؟ طب مين الدول اللي ده زي ما انت قلت 1 2 3 4 4 دول هتبص تلاقي كله خلاص. هو ده المبدا هو مبدأ انه الدوله المصريه النجاح المشروع بكل شفافيه يعتمد على خطوتين اليتين. نعم. الخطوه الاولى ان ارض ان مصر تخصص ارض لهذا المشروع. الخطوه الثانيه ان مصر لان هي القوه العظمى
انها تبادر مع الاصدقاء. نعم. مع الاصدقاء لانه ده مش مشروعي انا. بص عشان نقطه تعرفها, مشروع عالمي ضخم ده. اللي انا عايز اوصله لك جزء انت قلت لك اياها جوا وجزء صديقك ما اتفاجأ فيها. والله بقولها على الهواء, والله العظيم وعلى ما اقول شهيد, اقسم بالله العظيم واقسم بالله العظيم اني انا ما طمعان في كرسي جوا المطعم في هاي المدينه لو صارت. انا اللي بدور عليه ان انا اشتغل. انا لا ناقصني فلوس ولا ناقصني الحمد لله ثقه الناس. انا انا شغال وانا البدله اللي انا لابسها مش راح البس بدله فوقيها هي غيرها. فانا حابب اشتغل ما يؤمن في القلب يصدق العمل. دي الدعوه التنمويه, ده اللي احنا عايزينه نشتغل. الدعوه التنمويه. ودي انا نفسي في حلقه بقى نتكلم, ولا نفسي لقاء بقى نتكلم فيه. فهو نجاح المشروع, نجاح المشروع هو مش شوف, هو المشروع فكره قدمتها في زي ما اقول لك في صينيه من ذهب لجمهوريه مصر العربيه. تمام. مصر هي صاحبه المشروع مش انا. انا صاحب فكره بس مش صاحب. طب انا اقدر احلم اكون صاحب صاحب بواخر افكار كثيره كل بس يوم. مين اللي حقق النتيجه؟ هاي فكره في صينيه من ذهب لجمهوريه مصر العربيه. جمهوريه مصر العربيه هي اللي تقدر تنجح المشروع بمقابل انها تطرحها على الاصدقاء. تمام. انا بس سريعا عشان احنا خلاص يعني خلصنا المدرسه, فكان نفسي اللي انا الوقت سبب بسرعه سبب الوقت يعني دايما يداهمنا ومعاك كمان يعني الله يعزك يعني انت عاوز عاوز ساعات يا عم عشان الله يعزك الله يبارك فيك. سبب حرص حضرتك على التفاعل مع الناس سريعا يعني سبب حرص حضرتك مع التفاعل, بشوف حضرتك تعمل الفيديو الفانز والناس المعجبين بحضرتك والثقه اللي بتتداول على صفحتك على الفيسبوك بتتفاعل معاهم وكومنت كومنت وتعمل لايك زي ما قلت لك. قد ايه انت المجهود ده بياخد منك مجهود وقد ايه بتتفاعل؟ ما شفناش حد بيعمل دعوه تنمويه ويقعد يتفاعل مع كل واحد واحد, يعني انت بتتفاعل مع كل واحد صحيح. واحد عاوز تتفاعل معاه صحيح. حرصك ده ايه يعني؟ حرصي ده مبني انه الناس دي هي اللي خلتني قاعد في الصحه والجمال. الناس هذول هم لولا الناس هذول لولا ان الناس عرفت طارق ابو خلف وطلع على القنوات الفضائيه, هذول الناس لهم فضل كبير علي لان هذول الناس هم اللي طلعوني على الساحه وبدات اني انا اظهر على السوشيال ميديا من خلال هذول الناس. الصور بقى يا شباب شفناك وانت على عربيه الفول على عصير القصب, انتمائك لمصر وحبك لمصر وانك تبقى واحد عادي كده ماشي في وسط الناس. هذا شرف إلنا والله. قول لنا ايه يعني, هل ده انت شايف ان ده سبب ثقه يعني ده سبب توارد الثقه بشكل سريع؟ لا هذا حب, هذا حب. الصوره دي فين؟ هذا شوف والله يعني انت كويس انك قلت عزومه دي. هذه عزومه عزمني اياها صديق لنا اسمه وجيه في الاردن حلاق. شايف المائده هاي كلها اللي انت شايفها هاي كلها؟ هاي لشخص واحد اللي هو انا. هذا قعد منظر واللي جنبي منظر واللي هذا اخوه بيقدم الطلب. انا بس قعدت على هاي المائده كنت بدي ابكي. هذا الرجل جابني من باب بيتي وداني على قرية نفيا على باب من باب بيتي وروحني لباب بيتي وقاموا بمائدة بهاي المائدة الكبيرة يعني لدرجة أني أنا خجلت من نفسي مش شفتها بصراحة. ربنا يخليك. سؤال حلقة السابقة احنا قلنا طبعا اذكر مضاد سموم لشركة OTM ايجي بالرعاية لحوار هادف وكان الفائز معنا نعلن اسمه على الشاشة الآن هو الفيسبوك محمد فاروق السوسي. كده جمعنا أربع فائزين على أربع حلقات إن شاء الله نتواصل معاهم ومع الشركة الراعية ونديهم جوائزهم وهداياهم. شكرا لمشاركتكم مشاهدينا الكرام وتفاعلكم معنا في هذه المسابقة. سؤال حلقة اليوم, ما هي مبادرة الخير المعلق؟ ما هي مبادرة الخير المعلق؟ جاوبونا على صفحة حوار هادف أو على صفحة الصحة والجمال أو على صفحة A2M Egypt الشركة الراعية لحوار هادف لنستقبل إجاباتكم وندخل بندخل إجابات الصحيحة لسحب, والسحب ده إن شاء الله بياخد جائزة وبنعلن اسمه الأسبوع المقبل عشان ناخد كل المتسابقين وبنتصور معاهم وبنديهم جوائزهم. دكتور طارق أبو خلف, آخر كلمة تقدر تقولها معنا في لقائنا الآن لنتواصل إن شاء الله في لقاءات قادمة. آخر كلمة هي كلمتين, الله يحفظ مصر وشعب مصر. الله يحفظ مصر ويحفظ شعب مصر, يحفظ قيادتها السياسية ويحفظ مصر حكومة وقيادة وشعبا دوما يا رب العالمين. كان ضيفا عزيزا علي الدكتور طارق أبو خلف الداعية والمفكر الأردني يعني الجنسية والسويدي أيضا والهوى المصري. كنت عزيزا علي كل الاحترام لكم وكل الاحترام لأهلنا في الأردن لكم مني كل الاحترام والتقدير. أنتم أيضا مشاهدين الكرام الشكر موصول لكم لمتابعتنا في حوار هادف, حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل. إلى اللقاء والملتقى الخميس الساعة 5 مساء الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.